مرحبا، كيفكن يا غوالي؟ اشتقنا لكم. اليوم الفيديو رح نشوفه هو فيديو فريد من نوعه، غريب. اللاعب اللي بيلعب هاي اللعبة، لعبة الببجي اللي عم نشوفها، طبعا الببجي اللي عم نشوفها الببجي الصينية مو العالمية، لاعب ما بيعرف شيء اسمه أسلحة. سلاحه الوحيد هو النت الميلتوف، مثل ما شايفين هلأ النداية الأولى الثانية الثالثة. طبعا سمك هو حط سموك مشان يعني يبعد عن خصمه. لاحظوا هلا، لاحظوا القنبلة يا جماعة، هاي القنبلة الأولى. يا سلام، خلصنا الثاني. هذا الإنسان مو طبيعي يا شباب. هلا بتشوفوا القدام كيف المناورات تبعه، كيف التكتيك تبعه، كيف عم يخلص على أعدائه. شوفوا شلون حط بخلقته، أبدا إجت بنص خلقته. شوف شلون سمك أمن على حاله وبلش يزيد هالندات. في ميلتوف طبعا، النسخة الصينية فيها شغلات يعني نفس الند نفس الميلتوف، بس فيها يمكن قنبلة حارقة. خلص على الأخير. شوفوا يا جماعة، خلينا نراقب نشوف، نتابع مع بعض. إنسان مو طبيعي، يعني نحن بنحمل الرشاش البعيدة، مستوى بعيد مستوى قريب، كافة أنواع الأسلحة بنحملها إلا هو بيحمل الند. طبعا لاحظوا معه قناصة هو، يعني للأمانة هلا هي زت الحارقة على الدرج. لاحظوا يا شباب، شوفوا خالص أمورك يا معلم. نوكو تاني، ما في يعني ملوت كل شيء قنابل بخريطة الرنجل، ما في خريطة، ما في قنبلة تاركة أو نت تعتب عليه. يعني إذا في قنبلة ما أنا أخذها بتنادي له مطرح ما أنا موجودة تأخذني. كل قنابل إيرنجل آخرها، كل قنابل يمكن حتى الماركت مخلص كل شيء قنابل فيه. شوفوا لاحظوا الثاني والثالث، اللهم معه هالفلير، بس يعني بجوز بده يستدعي سكوادات تيجي تبش عليه. يعني نحن بالعادة يا جماعة اللي بصير فينا انه نحن سكوادات بتبش علينا، بكون نحن بشي بناء بشي مستودع بشي مكان نتحاصر، ببلشوا هن شو يساووا، يزتوا علينا الندات، يزتوا علينا الملتفات، بنحترق حرق، بنفجر فجر. هذا بالعكس، تجي عليه السكوادات، هلا بتشوفوا لاحقا لقدام، تجي عليه سكوادات بتبش عليه، هو بفجرها بيحرقها. لاحظوا هون هذا اللي عم يزت له ميلتوف، مفكر حاله لساته موجود عنده يعني جنب منه. بس لاحظوا شلون بفنشوا يا جماعة، هلا عرف وين هو مطرحه. خالصين، يعطيك العافية. إنسان مو طبيعي، سلاحه الوحيد الند يا جماعة. لاحظوا هلا بشت سكوادات، انتهينا خلص. ند وحدة خاصة، لا بدي وجع راسي ولا واجههم ولا رشيش ولا. لاحظوا يا جماعة، هلا من الشباك أول واحد، الثاني باشش لعنده بالميتور. لاحظوا ما بيفكر يحط قناصة، السلاح اللي معه القناصة أو ياخذ رشيش ويواجه بالند أبدا، بس بالند بالميلتوف أي نوع من أنواع القنابل. الشباب عم يواجهوا بعض بالبيت، هو نازل فيه النسف بالند. يعني إنسان مو طبيعي، قبل الأولى الثانية الثالثة الرابعة كله عم يلحق بعضه، 10 قنابل 15، منين محوشهم منين جايبهم يا أخي؟ بس فهمنا منين جايبهم، فات الأرنجل كله. لاحظوا يا شباب هون التكتيك اللي رح يساويه. هلا باللوت بياخذ بس القنابل، لاحظوا هلا باللوت بياخذ القنابل، ما اخذ اي شيء ثاني يعني بس القنابل ندات لاحظوا يا شباب هلا، خلونا نتابع مع بعض. شوفوا التكتيك تبعه، حتى انه هو محاصر لو زدتوا عليه ندات او ميلتوف عم يعرف كيف ينفذ حاله، وكيف يزت الميلتوف بمطرحه والند بمطرحه. هلا هون حس حاله تحاصر، خلص زت ميلتوف ليهيل حاله، يبندش حاله. يعني مو طبيعي هالكائن، مو طبيعي. لاعب صيني عم يلعب بالنسخة الصينية. لاحظوا هلا خلص كل شيء معه، ها شو بروح ساوي هلا، شو بساوي؟ انقذوني، صار بدي نت. معه ندات بس بيطلع بياخذ ندات، يعني شوف اخذ ندات. وين الدات؟ لاحظوا لي التكتيك يا جماعة، هلا بتبش لعنده سكوادات، شوفوا فجروا خالص. اجا اللي بعده زت له الميتوف، لك اللي طالع من هول القصة
فايت بألف حيط ما نعرف شو عم ساوي، هذا عم يفجرني ولا بده يرشني ولا طلع المسكين ما نعرف شو عم ساوي. متفاجئ من اللي صاير. قنبلة واحدة خالص طلو خالص ند يا معلم، شبعوا ندات شبعوا. لاحظوا الذكاء بهذا الموقف، سمك ليتوه السكواد البقيان باخر المباراة. لاحظوا يا شباب، سمك بس على شو اعتمد؟ على السمع، انه وين موجودين وين عم بيمشوا. لازلت الند لعندهم بخلقتهم بنص خلقتهم بين عيونهم. لاحظوا يا شباب اللي. يعني مشاهدة ممتعة بغض النظر عن الشرح اللي عم بحكيه او الدردشة عم بحكي فيها، لكن الفيديو بحد ذاته شيء ممتع للأمانة. فيديوهاته جميلة والله. لاحظوا يا شباب، عارف حاله انه في احتمال انه هو يتفنش، لكن تكتيكه من خلال الصوت وخبرته، نشوف هاي حرقه بالحارقة، فعم يعرف امتزاز النت وشلون عم يبشوا الشباب الى اوطن. يعني الشباب احتاروا ما عاد يعرفوا شو بتساوي، الندات عم تنزل من السماء. فاز المباراة طبيعي عادي. شوفوا هالسكواد يا شباب، شوف هالسكواد خالص انتهى. فشكة القناص، هلا بنخلص من هالسكواد. ما طبيعي هالكائن، ما طبيعي. السكوادات احتار بجن جنانة. شو كل واحد حامل سلاح شكل ونوع. لاحظوا اثنين خلص عليهم من السيارة. السيارة الثانية من الصدمة يمكن عم طلعت لبرا، برانية صارت القصة. وجل عنده. لاحظوا يا شباب، هلا الواحد يفكر يبش ولا يفكر يهيئ يبندج حاله ولا يفكر، يعني ما سكوادات بتطلع بحاله انه شو عم بصير، مشان الله شو صاير، مين هاد؟ نطلع بقولكم هون بالعاده شوف عم يرشوا، بالعاده نحن بنكون محاصرين عم نستنى حتى نحن حدا يطلع لعنا، نحن من الشباك. يعني شوف زت القنبله على اساس انه اذا طلع وراه نطلع حدا من الشباك، نطلع عند البرندة عند التراس لحتى نواجه السكوادات. هون لا، هو عم يزتون القنابل، مو طبيعي. هلا شوف هون شلون عالج حاله الزلمة، زت له قنبلة، الله معك خالصين. شو شغلتك حبيبي؟ قتل سكوادات بالقنابل بس ما في غير هيك. شوف حرقوا يمين شمال حتى خلص عليه وبكسوا. شوفوا السكوادات يا جماعة، ما اجت اول واحدة، ممكن تاني ما تجي، بس انتو عندي. مو طبيعي يا جماعة، مو طبيعي. زت الحارقة، زت الميتوف، هلا بيحرق بالميتوف بقلب السيارة. حرق بالعادة بالنط هون على الحافة. مزت ند، منجهز السلاح تبعنا، بنطلع نعمل هيك بك على الباب، نرجع لهون على الباب الثاني لحتى يعني مواجهة بالأسلحة بين سكوادات أو بين سولو سكواد بصير لسا. لكن هون خلص يعني القصة عنده محتومة. ند افتح الأولى وزت، افتح الثانية وزت، افتح الثالثة وزت، بس هيك زت ندات. بجن جنان السكواد اللي بشش لعنده فكر حاله المشمر وجاي يقضي عليه، بجن جنانه خلص بهستر. شوف حرقوا خلص عليه. متفاجئ فايد الزلمة حتى يبش عليه انحرق. بالله اعطوني رأيكم بالتعليقات يا جماعة، هذا الكائن شو طبيعته، شو وضعه؟ طبعا صار عنده خبرة ولعب يعني شيء أسطوري، لكن شيء فريق من نوعه والله. شوفوا اخر الفيديو يا جماعة، شوفوا المواجهة اللي بصير بينه وبين اخر واحد بالسكواد باخر الفيديو. شوفوا لاحظوا يا شباب، مل منه، قالوا تعال عندي يا حبيبي تعال. برجع بقولكم عم يسمع شو حركات، من الحركات هو عم يعرف شلون يزت الند. طبعا نحن نعرف هذا الشيء، يعني انه كيف هلا بقيان الاخير، هلا الاخير بقيان الاخير. لاحظوا يا شباب،
عم بيحاصروا بالندات. هداك خلص هستر، داك الزلمه انفصل، ما عاد عارف شو عم بصير. يعني ند من هون ند من هون، شو بدي اسوي؟ خالص انتهى. اكيد لا تقولوا لا استمتعتوا بالمشاهده، استمتعتوا بمشاهده شيء اسطوري تحفه. بتمنى منكم كمان دعم باللايك والاشتراك، بتمنى دعمكم، وبنشوفكم بفيديوهات جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.